بعد زهرة الاستفجق النادرة ومتحورة إزلابية الشامخة، حلقة جديدة في سلسلة أفخم الفواكه الاستوائية تقودنا إلى نبتة البصل الجزائري. ثقافيا البصل متغلغل في وسط الشعب، حيث لا يخلو البيت من عرجون بصل معلق في البلكون. يحن جورج للزمن الجميل عندما كان البصل في متناول الجميع. أتذكر في صغري كنا نسكن في الطابق السادس، كان والدي عندما ينسى مفتاح السيارة في المنزل ويعجز عن الطلوع نضع المفتاح في كيس بلاستيكي ونضع حبة البصل حتى لا يأخذه الريح ونرميه له من الطاقة. كان ذلك منذ زمن بعيد. فجأة تغير الزمن واختفى البصل عن الأنظار. الناس أصبحت تقادر من يفوح بالبصل. تغيرت الكثير من المعطيات في المجتمع. المثل الشعبي الذي يقول ما نحصل ما ناكل بصل لم يعد له أي معنى. إذا قال لك الشخص أنك ما تسواش رأس بصلة، في الحقيقة لقد كبر من شأنك وعلى من مقامك. أصبح البصل فاكهة ملكية تنافس التشيريمويا والبابايا. لا يجرؤ على شرائها إلا أكبر رجال الأعمال. حسب الدراسات قد تنتشر في القرون القادمة أطباق جديدة كشكشوكة بالفريزة عوض البصل أو سلطة الدفروي بالبصل. كثير من التجار اهتدوا لفكرة بيع البصل عن طريق الرونديلات مثل الكاشير والدلاع. الشح فيكم، عندما كان البصل يترامى لا أحد شكره، واليوم تبكون مثل لوليات. أحن إلى أيام التشكشوكة، لقد كنا نأكلها كثيرا. عذرا، كان يبكيني عندما أقشره، اليوم أبكي لفراقه. علميا اكتشفنا نظرية جديدة مفادها أن الإنسان لا يحس بقيمة البصل إلا عندما يطلع في السومة. السيلبصل أعطانا درسا في الحياة، رغم كل الصعوبات ناضل وقاوم ووصل لهذه المرحلة، يجب أن نتخذه قدوة لنا. يو، السلام عليكم، لقد أعطوننا في البصل 500 دينار. احسب لي كيلو ب500 دينار. أقسم أنك لن تأكله ب500 دينار. ب700 أقسم أنك لن تأكله. البصل يبقى بصلا. طلبنا من جورج أن يتخيل حبة بصل أمامه ويوجه لها كلمة، فكانت هذه رسالته. رسالتي له أقول فيها: أيها البصل العزيز، لقد عدنا إليك معتذرين، تقبل ندمنا، من فضلك عد إلينا، لن نستهزئ برائحتك مجددا، تقبل فائق احتراماتنا. وهنا أستحضر بيتا شعريا كتبته في المارش أقول فيه: جحافل الناس في عينيك قد حصلوا، فرض عنا وأقبل إلينا يا بصل، يا بصل، يا بصل، يا بصل.